قال الشاعر الموريتاني محمد ولي دومو الفائز بالمرتبة الثالثة في النسخة السادسة من مسابقة أمير الشعراء إنه لم يكن يتوقع أن يحرز أن يحصل على إلا على المرتبة الأولى والتتويج بإمارة الشعر، لكن قدر في النهاية أن يحرز المركز الثالث. وهنأ ولي دومو في تصريح أدلى به بعد وصوله العاصمة نواكشوط ليلة البارحة من وقفوا معه وشجعوه وصوتوا له، معتبرا تتويجه تتويجا لكل الموريتانيين. ظهر لي عن الليله هي ليله ختاميه لمسابقه امير الشعراء، لاني يمكنني حسيت عن ينجح، يمكنني حسيت عن المسابقه وفات، وحسيت عن الناس اللي صنعوا معايا الحدث عنهم ليله يحتفلوا به، بالتالي وصلت الفكره بشكل عام. اكيد ما هو السر عني ماني ما يراك نعود فرحان بمرحله مركز ثالث به، اللي انا جاي نافس على امير الشعراء، جاي كان عود امير الشعراء ما كان يعود مركز ثالث، يا غير ما هو السر ايضا عني سعت للمرحلة حتى اللي وصلت لها، والدرجة اللي وصلت لها درجة كبيرة به، اللي انتوما الموريتانيين اللي صنعتوا الفرحة واللي وصلتوا للمرحلة، جايين تحتفلوا وزين عندكم.